حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن بلاده سترد على أصغر هجوم تنفذه إسرائيل ضد طهران. جاء ذلك خلال عرض عسكري سنوي تم تنظيمه شمال العاصمة طهران، حيث توعد رئيسي برد فعل إيراني ضخم وقاس على حد وصفه. وأكد الرئيس الإيراني أن هجوم السبت ضد إسرائيل كان محدودا، ونوه إلى أن النتائج كانت ستكون ضخمة حال نفذت طهران هجوما أكبر. جمهوری اسلامی ایران یقین بدانند